فطالب العلم يتواضع للحق. جاك الحق ده والله الذي رفع السماء. الليلة والحق نترك أخواننا ديل الليلة نتركه الليلة نتركه. ما عندنا شيء لزول، نحن دارين جنة يا ناس، هوي والله دارين جنة. ماذا أن نضيع زمن يا أخنا باردة؟ مركز عام وداك بجاي إصلاح وتعلينا وفي اجتماع، ما في اجتماع، في دعوة بس. اجتماع بتاع شنو؟ ويا أخي أمشي لصوفية وأمشي بجاي وكرم ديل ومش لي ديل، وده شغل شنو ذاته؟ وأنا مأمور ألم الناس على الباطل ولا أدعون للحق، ألمهم على في الباطل ولا أدعون للحق. يا أخي ده كله يا جماعة كلام فارغ، ما تضيعوا زمنكم معاهم، والله الذي رفع السماء نازل، ما تضيعوا زمنكم معاهم، دي نصيحتنا لكم. فطالب العلم يا جماعة يتواضع للحق. نحن الآن اتكلمنا في الحزبين ديل أحذرون، لكن ده ما يكون شغلكم الشاغل، يكون الشغل الشاغل يا جماعة قضية التوحيد. وإنتوا الآن خاصة في بلد زي دي، ونحن الآن في المساجد ما بنمشي نتكلم يعني في الأماكن الزي دي وغيرها، مش حرب بين التجانية وبين الموحدين نمشي نتكلم لهم في أنصار السنة، لا لا، ده ما من الحكمة. نحن عندنا النازلة الباطل، لقاءات زي دي بنتكلم فيها، انتوا ناس اخوان نبين لكم الحق. وفي الملأ هناك في الخرطوم الأمر واضح، بنبينوا نكشفهم في الملأ ذاته. لكن لما تمش محلات حرب بين التجانية وأهل التوحيد، ولا بين السمانية وأهل التوحيد والصوفية وأهل التوحيد، انت بعد شنو بتتكلم عن شنو؟ عن التوحيد ومحاربة الشرك. فهمتوا المسألة؟ نبين التوحيد والسنة، ماذا تمشي المساجد تكلم في التوحيد، خاصة البلد دي يا جماعة دار توحيد، ومحل ما لما تموت دعوتك تكون توحيد، توحيد سنة، كشف للشرك وللبدع وللمشركين والمبتدعين. أما الحزبيون هؤلاء الحزبيون منطقة أمر التوحيد واضح فيها، من أمر الشرك وكذا وكذا وكذا، أكشفهم طوالي أكشفهم مبدزات وأكشفهم. لكن زي هنا ما بلدنا، زي بلدنا دي الآن وغيره وكذا، وبلدكم دينا أدل الدين بالرفرف، لكن ناس الشرك ده تعلمهم بالصدام عديل ترك دي. يبت المسألة بين التوحيد والسنة، خش المساجد، لكن ديل أحذرهم ما تمشي تخالطهم، مش قال لك ده أنصار سنة ما تمشي تخالطهم من بعيد، بس دي التسجيلات بتاعت العلماء وبتاعت اخواننا ده اللي اسمعها، امشي بعيد امشي طوالي امشي. اي زول بناقشك وكذا، نحن عملنا محاضرات في انصار السنه دي، اخر المحاضرات دي واخر اثنين عملت هنا من اخر المحاضرات، واخواننا ده عملوا محاضرات قويه فيهم. طالب العلم يا جماعه يعظم الله سبحانه وتعالى، الله ده عظيم، الله ده عظيم، لأنه زي ما ذكرنا في فضائل طلب العلم أن طلب العلم يقود صاحبه إلى الخشية. إنما يخشى الله من عباده شنو؟ العلماء. تعظم الله.